الجليل أسد من مواليد 1952 منطقة رأس رمان بالعاصمة المنامة. بداياتي الرياضية جاءت انطلاقا مع الأقران في طفولتي، ومن ثم تزامن وجودي في المدرسة كطالب في مدرسة رأس الرمان بنفس المنطقة، واستمريت طبعا مع الأقران والمدرسة في آن واحد نمارس نشاطنا الرياضي المدرسي والأهلي أو الخارجي يعني في المنطقة. طبعا أنا خلال مرحلة الدراسة اللي درست في المرحلة الابتدائية في مدرسة رأس الرمان، ومن ثم مدرسة الحورة الإعدادية والثانوية، ومن ثم أيضا المنامة الثانوية أيضا درست فيها، ومن ثم أخيرا المعهد العالي للمعلمين كتخصص تربية رياضية. فيعني حياتي كانت رياضة في الدراسة، وأيضا ختمتها بتخصص تربية رياضية. هذا سنة 1974 توظفت كمدرس للتربية الرياضية. خلال فترة الدراسة كنت أمارس كرة القدم، وكنت أمارس كرة السلة وكرة اليد. على مستوى كرة القدم طبعا بديت في النصف الأول من الستينات مع نادي العاصفة، وبعد فترة مع نادي الشروق في نفس المنطقة. وطبعا بعد الدمج بين الشروق والعاصفة سنة 70 و 71 استمريت كلاعب كرة قدم مع النادي. بديت بالأشبال طبعا مع العاصفة، ولكن آخر محطة كانت لي في كرة القدم مع النادي لما حققنا بطولة دوري وكأس الدرجة الثانية وصعدنا للدرجة الأولى. هذا الكلام سنة 1972 في كرة القدم. هني آخر محطة كانت لي تقريبا في 72-73. كنت أيضا أمارس كرة السلة مع نادي رأس رمان، ولكن في ذاك الوقت لم نحقق أي نتائج. إنما أيضا لعبت كرة يد مع النادي الأهلي، فصار كل اهتمامي لكرة اليد وشغفي في كرة اليد. وفعلا استطعنا في سنة 1972 أن نحقق أول بطولة على مستوى الأندية في البحرين، وكانت على ملاعب خارجية، الأرضية رملية، وكانت يعني الجماهير أيضا مفتوحة، لا مدرجات ولا شيء. وفعلا هذه كانت بداية يعني نتائج الإيجابية في كرة اليد كلاعب. طبعا كرة اليد جرتني وخدتني عن باقي الألعاب، ولكن كنت أيضا بحكم أني تخصص تربية رياضية، فكنت أزاول مهنة التحكيم في كرة اليد وكرة السلة، وأيضا حكمت في الكرة الطائرة. فيعني كلاعب قلنا ثلاث لعبات، ولكن أيضا في ذاك الوقت احنا كنا مسموح تحكم أكثر من لعبة، مسموح تلعب أكثر من لعبة. فأنا أيضا كنت حكم كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة، ولكن أيضا خدتني كرة اليد في التحكيم لما وصلت لمرحلة أني تقلدت الشارة الدولية. الأولى كانت في 77 مع زميلي علي الصرفي في بغداد، وأيضا مع زميلي علي الصرفي الشارة الدولية فئة ألف أخذناها في 81 في دولة الكويت، ومعنا المرحوم فريد حسن. دي محطة التحكيم، محطة أيضا حلوة
وعشان أنا قد ما أقدر أختصر لأن المحطات كثيرة، فبديت طبعا في التحكيم في البحرين، وأنا وزميلي علي الصرفي وفريد حسن وأيضا الأستاذ عيسى سويد وأستاذ رضي حبيب، أستاذ حبيب محمد حبيب، أستاذ كريم الزناتي، أستاذ عبد الرحمن سيار، محمد جعفر عبد النبي، عباس العالي، وايد من الحكام والمدرسين الزملاء اللي كنا مع بعض كنا ندير تحكيم كرة اليد في ذاك الوقت. وايضا طبعا تعلمنا منهم اللي سبقونا في هذا الجانب من الزملاء. ولكن انطلاقتي مع الاخ علي الصرفي في خارج نطاق البحرين، كنا في اول بطوله نظمت على مستوى مجلس التعاون الانديه في منطقه في مدينه العين في ابو ظبي سنه 81 مع تاسيس اول اتحاد لكره اليد على مستوى الخليج. وايضا استمريت مع الاخ علي في 82 ايضا حكمنا، ايضا في 83 مع الاخ فريد في البحرين حكمنا دورات الخليج، حكمت مع الاخ فريد في دوره الالعاب الاسيويه في الهند. فمشيت في بدايه الثمانينات في التحكيم، بجانب اني انا كنت في نفس الوقت مدير المنتخبات الوطنيه في كره اليد، وبالتالي صار عندي الوقت اكثر يعني ضيق للوقت اني انا اقدر استمر في التحكيم وايد. فايضا رديت شويه خففت التحكيم واتجهت على المنتخبات كمدير للمنتخبات. استمريت من سنه 77 حتى 1988 كنت انا يعني مدير للمنتخبات. طبعا شاركنا في العديد من البطولات على المستوى العربي، على المستوى الخليجي، على المستوى الاسيوي، وايضا الحمد لله كانت هناك ايضا يعني نتائج موثقه ومسجله ايجابيه لمنتخبنا. وطبعا ايضا بالمناسبه انا كنت في الفترة اللي كنت أنا مدير للمنتخبات كنا في معسكر في تونس سنة 1979، حصلت بعض الأمور الفنية اللي مع المدرب، عندنا مدربنا استرالي عن طريق الأكاديمية الأمريكية للرياضة مرشحين لنا. فلما رحنا المعسكر شفنا أنا واللاعبين يعني شفنا أن الوضع التوجه ماله تدريباته هي سلة أكثر من كرة يد، فما قدرنا نتحمل. فكان يانا أخونا الكبير الله يرحمه محمد أبو الرئيس الاتحاد، فقعدنا مع أبو ماهر قلنا لي أبو ماهر في مشكلة صايرة مع المدرب هذا، المدرب تدريباته اللي يدربها خط كرة سلة وليس خط كرة اليد، واحنا الحين مقبلين بنروح بطولة كأس فلسطين عقب المعسكر، وبالتالي حتى اللاعبين مو قادرين يتأقلمون الطريقة لأن متعودين على تدريبات كرة اليد. فطبعا في البداية قال لا ما يصير، شلون انتم تحكمون على المدرب؟ قلنا لا احنا ما نبي هالحكي، في عندنا خبراء توانسة موجودين على مستوى التدريب مثل الهاشمي رزق الله، مثل محمد العياري، مثل عبد اللطيف التلمودي، دي اسماء رنانه كانت في تونس، خلي ناخذ رايهم. فعلا بدون ما اطيل لما قيبوا الوضع وشافوا ان في التدريب وفي المباريات قالوا لنا لا هذا المدرب ما يصلح لكم، الافضل ان تشوفوا لكم مدرب اخر. اوكي يينا نبي مدرب ما مش ما حد يبي يمسك المنتخب، هم اقترحوا لا ان اقرب واحد يمسك المنتخب انا. فالله يرحمه محمد ابو سالني قال لي انت عندك الاستعداد تمسك المنتخب واحنا مقبلين على بطوله؟ قلت له انا ما عندي اي مانع، ما عندي اي مانع اذا هناك في توجه اني انا امسك المنتخب ونحل المشكله وما في مدرب الآن محترف لنا في الفترة القصيرة، لا مانع.
باختصار ان احنا الحمد لله مسكت المنتخب، رجع للبحرين، ورحنا الكويت في بطولة كأس فلسطين، وحققنا أول مرة المركز الثالث على الدول العربية. 11 منتخب المشاركين، احنا وصلنا لدور ما قبل النهائي، وتالي لعبنا على المركز الثالث والرابع مع المنتخب السعودي، والحمد لله احنا حصلنا على الميدالية البرونزية. وأتذكر وقتها لحظة وصولنا لمطار البحرين، تلقينا برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك لما كان ولي العهد آنذاك بهذا الإنجاز، وهو أول إنجاز يعتبر على كرة اليد في 79. والحمد لله استمريت مع المنتخب إلى سنة 80، ولكن بعد لأني مشكلتي ما زلت مدير منتخبات، والشغف كله عندي على الإدارة أكثر، فأنا كنت عضو مجلس إدارة أيضا في نفس الوقت في كرة اليد، في بديت كعضو مجلس إدارة سنة 77، واستمريت كعضو لمجلس الإدارة من 77 إلى 2000. لكن من 77 إلى 88 كنت عضو مجلس إدارة وكنت مدير منتخبات مثل ما في البداية وضحت. بس من 88 إلى 2000 أنا كنت ماسك أمين سر الاتحاد البحريني لكرة اليد. طبعا في هالفترة هذه اللي كنت أنا ماسك فيها أمانة سر الاتحاد، أيضا تبوأت بمناصب أيضا خارجية، فبدأت انطلاقاتي مع الاتحاد الأسيوي لكرة اليد سنة 1992. من 92 إلى 96 كنت سكرتير لجنة الحكام في الاتحاد الأسيوي، ومن 96 إلى 2000 كنت رئيس لجنة التدريب والأساليب بالاتحاد الأسيوي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأسيوي، ومن 90 استمريت إلى 2010 أو يعني 12 كعضو مجلس إدارة في الاتحاد الآسيوي. هذا على مستوى الاتحاد الآسيوي. طبعا في خلال تواجدي مع الاتحاد الآسيوي أيضا شاركت في العديد من اللجان الفنية على مستوى البطولات الآسيوية، إن كانت على مستوى الرجال أو السيدات أو الفئات الشباب والناشئين والناشئات والشابات، وأيضا في دورات الألعاب الآسيوية. هذه كلها أيضا كنت أنا مشارك بحكم منصبي كمراقب فني وعضو في اللجان الفنية. أيضا تزامن وجودي في الاتحاد الآسيوي أن وقع لي الاختيار أن أكون عضو في لجنة التدريب والأساليب بالاتحاد الدولي لكرة اليد. من سنة 2000 إلى 2017 أنا كنت مستمر عضويتي مع الاتحاد الدولي لكرة اليد كعضو لجنة التدريب والأساليب. في الفترة اللي أنا كنت أيضا فيها في الاتحاد الدولي شاركت في العديد من الدورات الأولمبية كمراقب فني، شاركت في العديد من بطولات كأس العالم على مستوى الرجال، على مستوى السيدات، على مستوى الناشئين، على مستوى الناشئات، على مستوى الشباب، على مستوى الشابات، كأيضا كمراقب فني. فيعني صار التوجه أكثر عندي بعد ما تقاعدت أو توقفت التحكيم كحكم داخل الملعب سنة 88. بعد ما مسكت أمانة سر الاتحاد توقفت عن التحكيم، لأن ما بتقدر أيضا تحكم وأنت أمين سر وأنت إداري وأنت، ما يصير. فالحمد لله يعني فترة كانت أيضا يعني تعتبر خصبة ككرة يد، بالإضافة طبعا للاتحاد العربي أيضا بداياتي كانت معاهم في 92 أيضا كسكرتير لجنة الحكام لأربع سنوات، بس تالي توقفت عن الاتحاد العربي بحكم صارت عندي ارتباطات أكثر. ما تقدر أنت تلتزم بكل المناصب هذه، ما بتقدر توفي فيها يعني.
ذي الفترة أنا كنت ما زلت مدرسة للتربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم. فأنا بديت كمدرس للتربية الرياضية من سنة 74 واستمريت كمدرس للتربية الرياضية إلى سنة 2001. في ذي الفترة أيضا يعني أنا أعتبرها دي فترة خصبة من ناحية أن الإنسان في ذاك الوقت كيف يصقل نفسه في مجال تخصص ماله، لأن وزارة التربية وبالذات إدارة التربية الرياضية والكشفية، والفضل يرجع فيها إلى الأستاذ الله يرحمه سيف جبر المسلم، من الشخصيات الرياضية المؤسسة للرياضة في البلد، واللي احنا كلنا نفتخر ان تتلمذنا على يد هذه الشخصية الرياضية الكبيرة المؤسسة. وطبعا ايضا معاه هناك ايضا الله يرحمه الاستاذ محمد الباكر، ايضا الاستاذ جاسم ياسين، طبعا بعدين الاستاذ جاسم امين ايضا. يعني هناك في شخصيات ايضا إدارية رياضية ايضا احنا تعلمنا على يدهم وتتلمذنا ايضا وانصقلنا على يدهم. فكانت فترة التربية والتعليم اللي انا قضيتها كثير من الدراسات والدورات للصقل في مجال التدريس، لانك انت ملزم انك انت تحدث بيانا معلوماتك لآخر ما يعني التطورات اللي تطرا على مادة التدريس والتدريب نفس الشيء والتحكيم. فدي الفترة فترة خصبة فعلا تعلمنا فيها الكثير وحصلنا على يعني مشاركات عديدة فيها، وكنا ما نتردد في المشاركة في أي دراسة تستوي حتى على مستوى الاتحادات. فدي الفترة أيضا كنت أنا ماسك المنتخبات المدرسية، يعني عندنا الفرق المدرسية دائما مدرس التربية الرياضية كان إيش قد يعتز لما يكون عنده فريق المدرسة مالته فريقه، وأكيد كل واحد مر بهالمرحلة دي، إن كان طالب هو لاعب أو كان مدرس يدرس طلابه أو يدرب طلابه. وأحلى شيء لما أنت تجيب وتحقق إنجازات مع طلبتك مع تلاميذك. فأنا أتذكر يعني من الأشياء الحلوة في المرحلة الابتدائية في مدرسة بن سينا في فريق الفاضل، من أيام عاد المدارس الأولية يعني البيوت كنا كان عندي طالب اسمه غسان أحمد المحرقي، كان مولع بكرة الطاولة ولد صغير ومتحمس، وقمت أدربه. لكن أودي النادي عندنا لاعبين مثل كاظم الوادي، مثل يعني اللاعبين البارزين في كرة الطاولة في ذاك الوقت، حتى سلمان الحايكي بعد من اللاعبين طبعا وصل لمستوى المنتخب، حتى سلمان الحايكي وكاظم طبعا لاعب منتخب ومدرب صار حتى في المنتخب. فأودي أدربه وياهم، ما شاء الله عليه يعني مشت يده في اللعبة وحققنا بطولة المرحلة الابتدائية على يده في الفردي. حتى أتذكر من زود أنا ما كنت يعني سعيد بهذا الإنجاز مع اللاعب، أخذت صورته وديتها لأستاذ ماجد الأراضي، قلت لي بيك تنزل صورة يعني شوية ترفع معنويات الشجع، لأنه حقق بطولة على مرحلة الابتدائية وفردي وكرة طاولة يعني شيء ذاك الوقت إنجاز. فالحمد لله. أيضا في كرة السلة أتذكر الميني باسكت مع الصغار المدارس الابتدائية حققنا بطولة المرحلة الابتدائية. فيعني التدريب موجود عندي، كنت على مستوى نطاق المدرسة كنت أنا أدرب طبعا الفرق سواء كرة قدم وكرة سلة أيام الابتدائي وكرة الطاولة ذاك، وألعب القوة طبعا هذه لعبة أم الألعاب يعني كلها هذه والكل إيشا. فدي بالمختصر المفيد المرحلة اللي أنا كنت فيها في التدريس لسنة 2001. إذا بس عشان أرجع لكرة اليد أيضا في 79، عشان ما أنسى النقطة هذه مهمة،
كنت أنا والمرحوم محمد أبو رئيس الاتحاد، كنا أحد المشاركين المؤسسين للاتحاد الخليجي لكرة اليد في دبي في الإمارات العربية المتحدة. وفي ذاك الوقت طبعا كان أيضا معنا الأخ عثمان هرمس، صار عضو مجلس الإدارة في الاتحاد الخليجي، وأنا صرت عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الخليجي. هذا الكلام في 79. لكن سنة 2001 بناء على رغبة وطلب من معالي الشيخ فواز بن محمد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، نقلت من وزارة التربية إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة بمنصب رئيس قسم الاتحادات الرياضية بإدارة الشؤون الرياضية في المؤسسة. ويعني الحمد لله أيضا دي فترة أنا أعتبرها يعني شوية فيها صقل من نوع آخر، بجانب الخبرات والتراكمية السابقة اللي أنا مريت عليها كلاعب كحكم كمدرب كإداري في التربية في الاتحاد نفسه. فأيضا دخلت في مرحلة أخرى أو جديدة في النطاق الرياضي نفسه، فصرت يعني صارت الأمور أيضا عندي القاعدة أكثر بدأت تتوسع في اكتساب المزيد من الخبرات والعلاقات الداخلية والخارجية. والحمد لله في الفترة اللي مع معالي الشيخ فواز مع ومعالي الشيخ سلمان بن عيسى مدير عام الشباب الرياضة، مع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم مدير الشؤون الرياضية نفسه، فعلا استطعنا خلال الفترة هذه أن أيضا يعني أو المؤسسة بالأحرى استطاعت أن تحقق إنجازات إدارية وتنظيمية وأنظمة ولوائح كثيرة موحدة للرياضة في البلد. يعني طبعا خلال عملي في المؤسسة العامة للشباب الرياضة أيضا بتكليف من معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس المؤسسة العامة للشباب الرياضة، كلفني بمنصب اللي هو عضو اللجنة الفنية للمعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية. طبعا هذا الكلام كان سنة 2004 واستمريت من 2004 حتى 2007 في المنصب هذا مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالجامعة جامعة الدول العربية. وأيضا أتذكر كان عندنا ملفات قوية في ذاك الوقت في من تحتضن الدورة العربية، وكانت المنافسة بين مصر وسوريا والأردن، وفي النهاية استقر الرأي أن مصر هي تنظم دورة الألعاب الرياضية العربية في 2007. فعلا هذه يعني من المحطات اللي أنا أيضا مريت فيها على مستوى. طبعا أيضا بالنسبة وظيفتي كرئيس قسم الاتحادات في المؤسسة العامة للشباب الرياضة، كانت هناك لجان عديدة شكلت وأنا كنت من ضمنها، سواء في استضافة مؤتمرات أو استضافة بطولات أو حتى تنظيم مباريات ذهاب وإياب بحكم الموقع العمل، يعني أنك تطلب أن تكون أنت مشارك متواجد لتقديم أيضا كافة التسهيلات المطلوبة مع الجهات الأخرى. يعني فأيضا هذه محطة من محطاتي اللي أنا يعني مريت فيها. بعد ما أنا طبعا طلعت من المؤسسة أيضا طلبت أن أكون مديرا تنفيذيا في اللجنة الأولمبية. ففعلا في 2007 طلعت من المؤسسة العامة للشباب الرياضة واستلمت منصب المدير التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية. أيضا دي الفترة من 2007 في اللجنة الأولمبية يعني
إلى 2019 في الحقيقة دي تعتبر فترة جدا خصبة قوية، تعتبر على مستوى اللجنة الأولمبية. طبعا كان وقتها المرحوم معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة هو رئيس اللجنة الأولمبية، وكان أيضا معالي الشيخ فواز كان نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والحمد لله يعني عملت أيضا مع معالي الشيخ فواز ومعالي الشيخ عيسى، ولكن في موقع آخر في اللجنة الأولمبية. استمريت ل 2009، طبعا صارت الانتخابات في اللجنة الأولمبية، تقلد منصب الرئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. الفترة اللي تقلد فيها سمو الشيخ ناصر لرئاسة اللجنة الأولمبية من 2009 حتى 2019، العشر سنوات اللي مسك فيها سمو الشيخ ناصر اللجنة الأولمبية، صارت طفرات كثيرة على مستوى الرياضة. مثلا في 2010 صدر مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010 بنقل تبعيات الشؤون الرياضية والاتحادات الرياضية إلى اللجنة الأولمبية، كانت في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، كانت الرقابة الإدارية والمالية والفنية عند المؤسسة، يتلى اللجنة الأولمبية. وبالتالي صار حجم العمل في اللجنة أكبر. في الوقت في السابق كانت اللجنة تقتصر مشاركاتها على الدورات الأولمبية، على الدورات الأسيوية، على الدورات العربية أو الخليجية، والمؤتمرات والاجتماعات والجمعيات العمومية. الآن لما جت الاتحادات الوضع تغير في الرياضة، فصارت اللجنة الأولمبية أيضا كبرت، مسؤولياتها زادت. وفعلا بعد المرسوم هذا رقم 50 لسنة 2010 صار هيكل جديد. من كانت أنا أول ما جيت اللجنة كنا كلنا 5 موظفين مو أكثر. مع الهيكل الجديد مع تسكين الموظفين الفنيين وصل العدد لأكثر من 100 موظف في اللجنة الأولمبية. الميزانيات تضاعفت، الاتحادات زادت، المشاركات، الإنجازات صارت إنجازات وايد على مستوى البطولات الرسمية، إن كانت على المستوى الأسيوي، على المستوى العربي، على المستوى الخليجي، على الألعاب الفردية، الألعاب الجماعية. فغلة الميداليات صارت وايد. ليش؟ لأن صارت صار الحافز موجود أكثر، المكافآت أيضا موجودة، فكل هذه حوافز ساعدت في الحقيقة على أن المنتخبات تهتم أكثر، والعمل بشكل احترافي أكثر صار بعد، وخاصة بعض الاتحادات الجديدة يعني الحديثة اللي تم إشهارها بدأت تبرز أكثر وأكثر. إذا نتكلم عن اللجنة الأولمبية، وايد صارت مبادرات على مستوى الرياضة. نتكلم يعني أنا قبل أدش في المبادرات، أيضا بعد انتقلت من مضيفة مدير تنفيذي إلى المستشار الرياضي في اللجنة، تغيرت التسمية بعد تعديل الهيكل، تغيرت التسمية إلى المستشار الرياضي. بعد فترة أيضا بقرار من سمو الشيخ ناصر المدير التنفيذي للشؤون الرياضية باللجنة الأولمبية. يعني أيضا حتى في اللجنة الأولمبية مريت بثلاث مناصب تنفيذية رئيسية خلال فترتي اللي عشتها من 2007 إلى 2019 قبل أتقاعد يعني. لكن هناك في مبادرات صارت على مستوى البلد في من اللجنة الأولمبية وخاصة من سمو الشيخ ناصر. يعني طلعت مبادرة محو الأمية البدنية الخليجية، دي مبادرة من سمو الرئيس، وإحنا طبعا طرحت على مستوى الأمانة العامة مجلس التعاون، وعلى مستوى المكتب التنفيذي للرؤساء الأمناء العامين باللجان الأولمبية، وأيضا
واعتمدت في اجتماعات اصحاب المعالي واصحاب السمو المعالي رؤساء اللجان الاولمبيه. فهذه واحده من المبادرات اللي البحرين ايضا نفذتها وعلى مستوى الخليج كله. ايضا البحرين ايضا من مبادرات اليوم الرياضي ايضا، هذا بعد شيء هي طفره تعتبر جميله. ايضا من المبادرات الاخرى على عجاله نقول اللي هي هيئه حل المنازعات على المستوى الخليجي. كنا موجودين في اللجان والحمد لله يعني تم اعتماد الهيكل وتم اعتماد كافه التفاصيل اللي تعالج الرياضه الخليجيه بصوره عامه يعني كتحكيم او كمحكمين فيها يعني. فطبعا يعني هذه من جانب اللجنه الاولمبيه في بصوره يعني عجاله يعني ما نتكلم. لكن ايضا انا كنت في فتره اللي انا في اللجنه الاولمبيه كنت مستشار لمعالي الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم. هذا الكلام صار 2008 إلى 2009 كنت كمستشار له، وطبعا كنت معاه في كل الجولات اللي صارت الانتخابات الآسيوية عندما ترشح للرئاسة. ايضا في اتحاد كره القدم انا كنت مشارك في صياغه الانظمه واللوائح مالت شؤون اللاعبين والمسابقات وكافه الامور الاداريه والفنيه. ايضا ترأست لجنه الاستئناف في اتحاد كره القدم، هذا الكلام سنه 2008 ايضا ترأست لجنه الاستئناف، لأن هناك شكلت لجان الانضباط وفي لجنة الاستئناف هذه كأعلى لجنة في حالة التظلم فيها يعني. فيعني مثل ما يقولون مريت أنا بمحطات متنوعة. إذا بتكلم عن محطات أخرى متفرقة أنا ما شاركت فيها، طبعا أنا كنت أيضا على مستوى وزارة التربية كنت 11 سنة في لجنة مناهج التربية الرياضية، اللجنة الاستشارية لمناهج التربية الرياضية كنت 11 عام كنت عضو فيها أيضا مشارك يعني. أيضا كنت على مستوى الإعلام كنت أنا من الأوائل اللي كانوا في التعليق في كرة اليد وتحليل استوديو لكرة اليد يعني. فكرة اليد أيضا حتى الجانب الإعلامي دخلت فيه. أيضا طبعا إذا نتكلم على مستوى النادي، نادي رأس رمان أو نادي الشروق أيضا في أشياء حلوة صارت. كنت أنا عضو مجلس إدارة في نادي الشروق في الستينات، في 69 كنت عضو مجلس إدارة. صارت فكرة مناقشة دمج الشروق مع العاصفة، كان شكلت لجنة من عندنا أنا والله يرحمه أستاذ علي الخزاعي رئيس النادي وياي الله يرحمه ويانا بعد الأخ فؤاد تقي الصباح، ومن فريق من العاصفة كان معانا الله يرحمه مكي البوسطة ساعتها، كان يوسف العرادي بعد يحضر جانب، وناصر القصير وعبد الرضا حسين، يعني كانوا مجموعة أيضا من العاصفة. ليه ما وصلنا له في النهاية التوافق على الدمج. فهني عقب ما صار الدمج تحت مسمى رأس رمان على أساس نفس المنطقة، ما نزعل أي طرف من الطرفين، صار الاسم هو اسم المنطقة النادي. فأنا مسكت فترة بعد عقب رئيس النشاط الرياضي في النادي عضو مجلس إدارة من سنة 1980 ل 1982. من 82 ل 84 مسكت أمانة سر نادي رأس رمان أيضا، وعقب 84 مرة أخرى كرة اليد
خدت وقتي كله. فيعني لكن إذا بتكلم عن الذكريات الجميلة، نادي العاصفة، نادي العاصفة من الأندية اللي كانوا فيها لاعبين بارزين. يعني إحنا لما رحنا الأشبال، لأن إحنا شفنا اللي قبلنا يلعبون، فكان على سبيل المثال وليس الحصر، يعني كان عباس خليل من أبرز اللاعبين، وكان لاعب منتخب البحرين في 58، عباس عبد الرسول، يوسف العرادي، أحمد زليخ، أستاذ أحمد أخوه أستاذ علي، حسن البحارنة، وحيد الشعلة، كريم صنقور، يعني أسماء كلها كانت بارزة. يعني طبعا بعدين نادي العاصفة شوية افتل، اللي راح العربي واللي راح النسور، وطبعا حسن زليخ طبعا يعني خذوا النسور من عندنا. فيعني فعلا كان فريق العاصفة فيه أسامي رنان، لكن الأشبال اللي كانوا معاي أيضا بعد شخصيات معروفة مثل تقي الزيرة الله يرحمه، توفيق البحارنة، عبد الجليل البركات، عبد الجليل بعد أكبر منه شوي، بركات لعب جيل البركات ويانا فعلا، ويانا بعد أحمد زليخ الثاني، وطبعا في بعد أيضا مجموعة أخرى يمكن ما تذكرني الذاكرة، يعني أتذكرهم الآن في العجالة هذه. فهذه كانت الأيام الحلوة الأولية. حتى بعد لما كان رأس رمان بعد نفس الشيء، كان سلمان الحايكي من اللاعبين اللي بارزين، ويعني سواء كانوا في كرة القدم أو كان في كرة الطاولة، كان يعني بس قاب قوسين يصير لاعب المنتخب في كرة القدم، لكن هو راح الطاولة أكثر يعني فيها. بالنسبة للتكريم طبعا أنا يعني فخور بأني حظيت بتكريم من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه بتقلد الوسام، وهذا يعني في الحقيقة أنا أعتبره يعني فخر بالنسبة لي أن جلالة الملك يكرمني هذا الوسام، وهو يعتبر أعلى درجة تكريم حظيت بها. طبعا أيضا حظيت بتكريم من سمو الشيخ ناصر رئيس اللجنة الأولمبية، وأكثر من تكريم من سمو الشيخ ناصر، وأيضا حظيت بالتكريم من معالي الشيخ عيسى بن راشد رئيس اللجنة الأولمبية السابق، أيضا حظيت بالتكريم من قبل رئيس المؤسسة العامة للشباب الرياضة معالي الشيخ فواز بن محمد، أيضا حصلت على التكريم من قبل وزير الشباب الرياضة السابق الأستاذ هشام الجودر، وأيضا من الوزير الحالي الأستاذ أيمن المؤيد. على مستوى النادي أيضا يعني حظيت بتكريم على مستوى مجلس الإدارة، أيضا على مستوى وزارة التربية حظيت بكذا مناسبة كرمت فيها. ففي الحقيقة يعني المناسبات اللي أنا يعني حظيت بها في التكريم أعتقد يعني يعني محل فخر واعتزاز لي أنا شخصيا، وهذا أيضا يعني شيء الحمد لله بيكون يعني موثق في تاريخي. وبالمناسبة أنا الآن على وشك إن شاء الله إصدار كتابي اللي هو 50 عاما من العطاء، توثيق مرحلة من مراحل الرياضة في البحرين إن شاء الله. وهذا الكتاب بصورة مختصرة بيكون يعني يشمل
العديد من الشخصيات اللي أنا يعني عملت معاها من قيادات ومن رياضيين على مستوى مختلف مستوياتهم، كلاعبين، كحكام، كإداريين، كمدربين، يعني الحمد لله كلاعبين أيضا. فهذه الحمد لله يعني موضوع التكريم يعني أمور طيبة الحمد لله كانت في خلال سيرتي أنا. ولكن أيضا الجميل ساعات طبعا أكيد تمر عليك مواقف. يعني هالفترة أنا خدمت في الرياضة بالضبط تقريبا 45 سنة متواصلة كعمل، وعمل تطوعي أكثر من 50 سنة، ولكن كعمل من 74 ل 2019 هذه كوظيفة 45 سنة الحمد لله يعني. وبها المحطات كلها الجديدة اللي مريت عليها، لكن أيضا في مواقف صارت يعني تمر عليك في هذه مرة. في سنة 83، طيب احنا كنا في تايوان مع المنتخب، انا كنت مدير المنتخب. المنطقة اللي احنا فيها عزمني سكرتير المنطقة على غداء، كان معانا مال العلاقات العامة مال الاتحاد التايواني. اعتذر، هذا الصيني ما يتكلم انجليزي اللي عزمني، فأنا رحت إياه. يعني الرجل اللي كان أساساً يترجم لأنه ما موجود، رحنا مطعم شعبي، وداني شعبي المنيو بالصيني، اللي في المطعم كلهم يتكلمون صيني وهو بعد ما يتكلم إلا صيني. حنانة يعني المنيو ما تعرف ليه، كله كتاباتهم يعني. فهو يقول لي انت تبي تاكل، يأشر علي انت تبي تاكل باع ولا وح وح وح. يعني يقول لي تبي تاكل انت لحم كلاب ولا لحم غنم. انا فهمت ليه، قلت له انا باع يعني باكل مال غنم. قلت له انت؟ قال وح وح وح. فقعد ياكل قدامي هو لحم كلاب وانا اكل لحم غنم، وسويا بس مشيت حالي وياه يعني. ويوم قلت للربع لما رجعت للمنتخب اللاعبين علمتهم بالقصة ماتوا من الضحك. قاموا بالعمالة من يدشوا المطعم، ها ايش بتاكل؟ بتاكل باع ولا بتاكل؟ فهذه واحدة من الطرائف يعني اللي مرت علي. لكن في طرفة ثانية، كنا في 78 في البطولة الشرطة الأولى، أنا كنت أيضا مدير منتخب الشرطة في 78، ورحنا الشارجة في أول بطولة على مستوى الشرطة، وأنا كنت مدير منتخب الشرطة ذاك الوقت، وكنت عضو اللجنة الفنية. فريق الصومالية البطولة، يوم اجتمعنا وياه جايبين كرة طائرة مو كرة يد، تعال يا ولد الحلال انتوا شلون جايين كرة طائرة منتخبكم؟ هاي كرة يد شرطة؟ قال لا احنا شفناها مكتوب تلعب باليد، على بالنا باليد كذي الهندبول، يعني على بالهم هم ما عندهم لنا كرة يد، فالهندبول يعني الكرة اللي تلعب باليد. فيابوا فريق الطائرة، طيب والحال؟ زين ما علم، قالوا ليهم الجماعة المسؤولين في الإمارات ما علي، إذا أنتم تقدرون تلعبون يد بنلعبكم، نبدل لكم ملابسكم ونعطيكم. قالوا ما نعرف نلعبها. زي ما يصير، زي ما تعرفوا تلعبون؟ قال لا. زي والحل؟ إذا كذي بس ترجعون. قال لا ما نرجع. شلون ترجع؟ ما حنينا ما نرجع، سووا لنا مباراة كرة طائرة. على أي بطولة الشرطة؟ اللي صار إنه فعلا تالي يعني الجماعة في الإمارات قالوا ما دامهم يو على ضيافتنا على عيننا وراسنا رتبوا لهم مباريات مع الأندية يلعبون كرة طائرة بس بعيد عنا. فهذه من المواقف اللي ساعات ما تتوقعها تيك. نفس الكلام مرة كنا في بنفتتح الملعب المركزي القديم، الحين طبعا انشال في ملحصم الصالة القديمة هني. فعلينا رمضان ولازم نروح نجيب الميداليات، لأن الميداليات من مصر لو بتجيبها
بتاخذ وقت ما لين توصل، فانت تروح تاخذها بالطياره وتجيبها اسرع حق الختام مال افتتاح الدوره. كان عندنا مناسبه الملعب يعني. رحت المطار سافرت ولا الطياره كلنا، هذا الكلام في 78، ولا كل الطياره حجزونا اللي في الطياره، قالوا انتونا تروح الكلانتيله شلون، خذوا جوازاتنا. كل ما اقول لهم يا جماعه انا جاي يومين وبمشي باكر ماشي ياخذ، قالوا لا لا ما يمشي الحكي هذا. خذوا الجوازات عندهم ما نقدر نسوي شيء، ما تقدر تطلع ولا تقدر ترجع البلد. رجعوني قالوا ما يصير، اول ما نديك الفحص. ودونا وبدل ما نقعد يا زعم بفحصونا وبهدونا قعدونا ثلاث ايام، حكرونا في المحجر هناك، ودوا فحوصاتنا وكل شيء. وتالي انا في الله يذكره بالخير الاستاذ حبيب محمد حبيب كان هناك، سويت التلفون قلت له تعال سوي لي حل، انا ترى ما اقدر اطلع من المحجر، انا يتبخ الميداليات يوذ هذه الاوراق مر علي اخذ الاوراق وروح المصنع وخلص وتعالي المطار برجع البحرين. ف على ما يقول هيبعه واحده من الاشياء اللي صادتني اكلتها في الايام لا حاسب ولا كاتب فيها.